الجولة الصحفية نقدمها لكم من قناة شوف تي في. أهلا بكم. نستهل الجولة من يومية المساء التي عنونت شخصية نافذة ترفض تسليم ممتلكات الدولة التي تكتريها ب70 درهما شهريا، حيث أكدت مصادر المساء أن مديرية أملاك الدولة شرعت من أجل استرجاع جزء كبير من الممتلكات التي في حوزتها. وقالت مصادر الجريدة إن مسطرة الاسترجاع اصطدمت بشخصيات نافذة في مدن كثيرة بالمملكة، حيث تكتري شخصيات محلات وعمارات بأثمنة رمزية لا تتجاوز 70 درهما للشهر. وإلى الصباح التي تعنونها عصابة شرمل سفير ألمانيا، حيث شهدت حالة استنفار أمني قصوى في صفوف المراكز الترابية التابعة لدرك الملكي. وكاد مصالح الأمن الإقليمي فور توصل العمل بإشعار من جهات عليا بأن عصابة هجمت السفير الألماني على مستوى شاطئ الأمم، دفعت بالعمل إلى الانتقال إلى مسرح الحادث والإشراف على الحملات التي قادتها أجهزة أمنية مشتركة أسفرت عن إيقاف 3 أشخاص. وإلى الأحداث المغربية، زواج مثلي في الرباط، حيث أعلن مثليان مغربيان ارتباطهما بالرباط بالزواج. ووفق وثيقة موقعة من مثليين مغربيين، فإنهما عقد قرانهما بمقتضى مضمون هذه الوثيقة التي تعاد فيها عدم الفراق مهما حصل. ونختم بأخبار اليوم. الملك يأمر بثالث مستشفى ميداني لمواجهة موجة البرد القارس، حيث أمر الملك محمد السادس بإقامة مستشفى عسكري ميداني بجماعة مغراوة بإقليم تازا، ليكون بذلك ثالث مستشفى عسكري ميداني تم فتحه من أجل تقديم الدعم والمساعدة للمواطنين في المناطق الجبلية. الجولة الصحفية انتهت، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.